مرحبا بكم في مراكش. معتمد قول لهم مرحبا بكم في مراكش. مرحبا بكم في مراكش. مرحبا بكم مرحبا بنا عندكم. السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا لا فيديو في احسن الاحوال. المهم تتمه ديال هذاك لا فيديو. المهم حنا تغدينا دي بانينا صراحه، ماشي ما جبناش معنا الغداء وداك الشيء، دي بانينا باللي كاين. صافي صيفط المعتمد، انتما غتشوفوا صيفط لي شويه اندومي شويه الكاشير خبيز. صافي انا وساعتها حنا غناكلوا اندومي اليوم. مالنا شوفوا كلينا الدجاج كل نهار الطواجن داكشي طلع لينا في الراس، نديرو شويه ديال نخيمو شويه وان شاء الله غنخرجوا على برا ديك الساعه وناكلوا على برا ونتعشاو على برا. هكذا يا خوتي الانسان باش يستمتع بالحياه. وهادشي اصلا ما عمرنا عشناه انا وسعيد، ديما الغدا بغدا العشاء بعشاء، ديما الطواجن ديما داكشي طلع لنا في المخ. اه حبيبه بيضه رايا، قول لي في الساكادو ديالك ومعتمد راه لبستو وقديت ليه وصافي. دابا غناكلو باش نخرجو. المهم هانتوما معانا البنات، انا يا كملت لكم ساكادو ساكادو ديالي. انا غنمشي دابا البنات نجمع دوك الطباصل، غادي نمشي نغسلهم وغادي نمشي نتكى واحد شويه. البنات انا يا يلاه فقت دابا شويه من العاس، تكيت ضربتها بتدويشه شعري باش نقيسو بالماء ديال لابيسين. قلت الغدا ان شاء الله ونعوم، انا ما كنتش عوالة نعوم. سعيد بقى كيقول لي لا عومي عومي عومي، مي بغا هو قلت نيت وصافي. وغادي نغسل الطبيصلات، نغسل انا المعنات باش هكذا ملي كترجعي كتلقاي الدار نقيه، باش ملي رجعنا معطين مابقاوش عادي يكونوا المعان وهذا. وصافي هادشي اللي كاين، حنا ما جيناش نغسلوا المعان وهذا، ولكن الانسان ما غايقلش في الوسخ. كليما عرفتي جاني البرد وصافي. عرفتي البيوت كلهم الصاله فيها الكليما، راه الدار كبيره. راه قال لنا السيد ماشي بهذا الثمن، قال لنا طلعوا الفوق، ولكن حنا عجبتنا هنايا. قال لنا هذه خاويه لجات شي عائله بغيتو تطلعوا الفوق طلعوا، ولكن حنا ما نطلعوش نقصوا هنا، عجبنا الدنيا هنايا زوينه ونقيه الدنيا والله الا. البنات ما غنبانش لكم هنا مزيان، دابا حنا خارجين ان شاء الله لجامع الفنا وغادي نساريكم معايا. انا لبست الكسيوه زوين، لبستها مع ما لبستهاش مع الصنداله. المهم تنشوف الدنيا كي دايره، بخفت الصنداله ما نعرفش نتمشى بها، حتى انا ما كنعرفش نتمشى بالصنادل. زعما الا كانت شي مسافه بعيده ولا تبرديلات من ايام المدرسه ولا لبس شي صباط، ما كيعجبنيش الصنادل كان كيعذبوني. المهم لبست تبرديله خفيفه وصافي زوينه، راه كسوه فايته. هذا سي معتمد لبس هاد اللبسه، بغيت نلبس واحد اللبسه قال لنا اللي بغا يلبس هاد اللبسه سبايدر مان صافي. وجمعت النص وخليت النص. بالنسبه للبنات اللي صحابي مقطعتها ما مقطعتوش، راه خليته في طوله، قطعت غير القدام درت ليها اي في دي ديكراد وصافي. المهم المكياج ما درتش، درت غير هاد غارنيي هادي حتى هي ايكرو فيها غير شي 30%. ودرت هاد الكايم قبل منها ومثبت الحواجي الحجبان صافي. ودرت طراسات حجباني بهذا ديال ماط ديال هدى بيوتي، ودرت هاد الغوجاليفا وعكاكر، ما كيعجبوش انا هاد العكاكر راه كان من بعيد.
البنات حنا خرجنا دابا نتساراو، ولكن غادي زدنا على رجلينا من الغيزيدونس حتى جمع الفنا نص ساعه، ولكن نتمشاو مالنا باقيين صغار نتمشاو. ياك سعيد سعيد جمع البيض قريب، ها هي شو السخونيه كتطلع لي مني في كتخنقني عموده ماشي مت كندورو ندورو نغسلو لي وجهو ماقدرش على الصاب ياك. المهم بقاو معانا تنمشيو جامع كوتشي. هما يسر فانا نصورها لا شي داو ولدك اسعد هلا متعب
شويه الكامل. بالعكس 40 حاجه جاتني الشيا سعيد. غزه ضيعه ونص. لا لا تبارك الله الديكورات عندهم فنيين. معتمد عندك ماما الزلايف ترس لينا شي زلافه. الله صراحة ما عرفتش واش ناخذ لهم نسالك كي دير لك شتيهم عرفتيها كندير المغرب شحال دايرين هادوك وهادو تخويت ما شحال؟ هما اللي كنت كاين تما. اه لا صحابي كيتباعو كاملين. واش كاملين بهم كاملين؟ ماشي مشكل. ها؟ كرهم العدد؟ ما تخليهاش. شنو تيديروا هادو؟ شو سعيد هاد الخويت مات زوينين؟ ندير لك هادشي. هادو 80 درهم فيها 6. لا لا يا فكي جيرو مني زي جيرو هكا بعد هادي ديال هادي ديال الصام شكرا. وي رشتو محمقاني صراحة اللي شفتيها كانت زوينة بحال بحال هادو صحاب تلينا تلينا من هاتي تجي تشتغل معايا؟ هي كرجعت انا تصابخ في المرد تو السوق كل واحد فين خدام؟ مخور لا فين؟ دار سميتو وين؟ الو مني كيف؟ كيف الباسون؟ ما عندي سرقات دابا ما كاينش شحال اسعد؟ 15 نصور هاد التعريجه سعيد شحال زوين ديك البنت كاين القراب فين هو القراب؟ وقلبتيه واش فيه الطربوش؟ الله يعاون اخويا شكرا. طلع.